مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. باركي يا نفسي يا الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا. الاعتراف هو عظم الجلال. تسربلت اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، والمسقف بالمياه علالية، الذي جعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجاك الثوب على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، تصعد إلى الجبال وتنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت على حدا فلا تتعدى ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل العيون في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من علالية، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض وخمرا تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهيرودي تتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر الأوقات والشمس وعرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء، ما ضم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعتها، قد امتلأت الأرض من خليقتك هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواح فيفنون، وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي ورتل لإلهي ما دمت موجودا، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب، فليبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها. باركي يا نفسي يا الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعتها. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب، من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب، يا رب من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب، من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب، يا رب رحم، من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم
ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والأديرة والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله أيها الرب الرؤوف الرحوم الطويل أنا الكثير الرحمة أنصت لصلاتنا واصغي إلى صوت تضرعنا واصنع معنا علامة للصلاح أهدنا في طريقك لنسلك في حقك أبهج قلوبنا لنخشى اسمك القدوس لأنك عظيم أنت وصانع العجائب أنت الله الوحيد وليس لك شبيه في الآلهة يا رب قوي في الرحمة وصالح في القوة لتعين وتعزي وتخلص جميع المتوكلين على اسمك القدوس لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين إلى ربي صرخت في ضيقي فاستجاب لي يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن لسان الغاش ماذا يعطى لك وماذا يزاد يا لسان الغش أنت مثل نبال الجبار المسنونة أنت مثل جمر العرعر ويحن لي طال اغترابي وفي خيام قدار سكنت كثيرا طالت غربتي على نفسي كنت مسالما مع مبغضي السلام ولما كلمتهم به قاتلوني بلا سبب رفعت عيني إلى الجبال من أين يأتي عوني معونتي من عند رب صانع السماوات والأرض لا يدع رجلك تزول ولا ينعس حارسك هين حارس إسرائيل لا ينعس ولا ينام الرب يحرسك الرب ستر لك عن يدك اليمنى فلن تلفحك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل سوء الرب يحرس نفسك الرب يحرس دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب ننطلق في ساحاتك وقفت أرجلنا يا أورشليم أورشليم المبنية كمدينة ملتئمة ذات اتحاد إلى هناك صعدت الأسباط أسباط الرب شهادة لإسرائيل يعترف الاسم الرب لأنه هناك نصبت كراسي القضاء كراسي بيت داود اسألوا السلام لأورشليم والهناء للذين يحبونك ليكن سلام في قواتك وهناء في قصورك من أجل إخواني وجيراني دعوت لك بالسلام من أجل بيت رب إلهنا التمست لك الخيرات إليك رفعت عيني يا ساكن السماوات ها هما كمثل عيون العبيد إلى أيدي موليهم وكعيني الأمى إلى أيدي سيدتها كذلك عيوننا إلى رب إلهنا حتى يرأف بنا ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا كثيرا ما امتلأت نفوسنا فليأتي العار على المخصبين والإهانة على المتكبرين لو لم يكن الرب معنا ليقل إسرائيل لو لم يكن الرب معنا لقام البشر علينا وابتلعونا أحياء عندما احتدم غضبهم علينا لغمرتنا المياه وجازت على نفوسنا السيول بل لجازت على نفوسنا المياه الطاغية تبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم نجت نفوسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا معونتنا باسم الرب الصانع السماوات والأرض المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين أليلويا 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 المجد لك يا الله أليلويا 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 المجد لك يا الله أليلويا 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 المجد لك يا الله يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد الآب والابن والروح القدس أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة
سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. يا رب لا توبخنا بغضبك ولا تؤدبنا بسخطك، بل اصنع معنا بحسب دعتك يا طبيب نفوسنا وشافيها، وارشدنا إلى ميناء إرادتك. أنر أعين قلوبنا لمعرفة حقك، وهبنا أن يكون لنا غابر هذا النهار وكذلك كل زمان حياتنا سلاميا وبلا خطيئة بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. الذين يتوكلون على الرب هم مثل جبل صهيون الساكن، أورشليم لا يتزعزع إلى الأبد. أورشليم الجبال من حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد، لأن الرب لا يدع عصا الخطأ تستقر على نصيب الصديقين لئلا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. فأنعم يا رب على ذوي الصلاح وعلى مستقيمي القلوب، أما الذين يميلون إلى طرق معوجة فيسوقهم الرب مع فاعلي الإثم. السلام على إسرائيل. عندما رد الرب سبي صهيون أصبحنا فرحين، حينئذ امتلأت أفواهنا سرورا وألسنتنا تهليلا، وقالوا في الأمم لقد عظم الرب الصنيع مع هؤلاء. عظم الرب الصنيع معنا فغدونا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالسرور، سيرا كانوا يسيرون وبالدموع كانوا يلقون بذارهم، وعند رجوعهم كانوا يحملون أغمارهم مسرورين. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطل يسهر الحارس. باطل لكم أن تبكروا في القيام وأن تتأخروا عن الرقاد، أنتم يا من يأكلون خبز المشقة حين يمنح الرب أحباءه رقادا. ها إن البنين هم ميراث من الرب، وثمرة البطن هذه هي منحة منه، كالنبال بيد الجبار كذلك الأبناء الذين أضنكهم السبي. فطوبى لمن يشبع مشتهاه منهم، فإنهم لا يخزون عندما يكلمون أعداءهم بالباب. طوبى لجميع الذين يتقون الرب والسالكين في طرقه، إنك تأكل من أثمار أتعابك فلك الطوبى والخير. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان الذي يخاف الرب. الرب يباركك من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك والسلام على إسرائيل. كثيرا ما قاتلوني منذ شبابي، ليقل الآن إسرائيل، كثيرا ما قاتلوني منذ شبابي ولم يقدروا علي. على ظهري من الوراء تآمر الخطأ وطالت مؤامرتهم. الرب صديق يقطع أعناق الخاطئين، ليخزى كل الذين يبغضون صهيون، وليرتدوا إلى الوراء وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا حازم الحزم حضنه. ولم يقل المارون به بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. أيها الرب إلهنا، اذكرنا نحن عبيدك الخطأ العطلين فيما نستغيث باسمك القدوس الواجب السجود له، ولا تخذلنا من رجاء رحمتك، لكن أنعم علينا يا رب بكل ما نطلبه للخلاص، وأهلنا أن نحبك ونخشاك من كل قلوبنا ونعمل بإرادتك في كل شيء، لأنك إله صالح محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب واستمع لصوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوتي تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك هو الاغتفار. من أجل اسمك يا رب صبرت، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب، لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه. يا رب إن قلبي ما ترفع وعيني ما تشامختا، أناسا عظماء أعلى مني وذوي عجب ما عاشرت. فإن كنت ما تذللت بعقلي كما يتذلل الفطيم لأمه، بل رفعت نفسي فأنت تجازيني. ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. أذكر يا رب داود وكل دعاته، وكيف حلف للرب ونذر لإله يعقوب قائلا: إني لن أدخل خباء بيتي، ولن أصعد على فراش سريري، ولن أعطي لعيني نوما، ولا لأجفاني نعاسا، ولا لصدغي راحة، حتى أجد مقرا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها إنا سمعنا به في أفراثة، ووجدناه في بقاع الغاب، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي قامت فيه قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يتهللون. من أجل داود عبدك لا تصرف وجه مسيحك، الرب حلف لداود بالحق ولا يخلف. من ثمرة بطنك أجلس على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهادات التي أعلمهم، فبنوهم أيضا يجلسون على كرسيك إلى الأبد، لأن الرب اختار صهيون وارتضاها له مسكنا. هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني إياها اخترت. سأبارك زادها تبريكا، سأشبع مساكينها خبزا، سأكسو كهنتها خلاصا فيبتهج أبرارها ابتهاجا. هناك أنبت لداود قرنا، هيأت لمسيحي سراجا، أكسو أعداءه خزيا وعليه يزهر قدسي. هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الزيت المعطر على الرأس، النازل على اللحية لحية هارون، النازل على جيب قميصه، مثل ندى حرمون النازل على جبال صهيون، لأنه هناك أوصى الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. ها باركوا الرب يا جميع عبيد الرب، الواقفين في بيت الرب، في ساحات بيت إلهنا. في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب، ليباركك الرب من صهيون، صانع السماوات والأرض. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، سيدتها الفائقة جميع القديسين، والدة الإله خلصينا، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. يا من تسبحه القوات المقدسة بتسابيح لا تصمت وتماجيد لا تفتر، املأ أفواهنا من تسبيحتك لنعظم اسمك القدوس، وامنحنا حظا وميراثا مع جميع الذين يخشونك حقا ويحفظون وصاياك، بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك أنت إلهنا إله الرحمة والخلاص، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. ربي إليك صرخت فاستمع لي، استمع لي يا رب. يا ربي إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوتي تضرعي حين أصرخ إليك، استمع لي يا رب. لتستقم صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي كذبيحة
مسائية استمع لي يا رب اجعل يا ربي حارسا لفمي وبابا حصنا على شفتي لا تمل قلبي لكلام الشر فيتعلل بعلال الخطايا مع الناس العاملين الإثم ولا تفق مع مختاريهم سيؤدبون الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخاطئ فلا يدهن به راسي إن صلاتي أيضا في مسارتهم قد ابتليت قدتهم ملتصقين بصخرة يسمعون كلماتي فإن قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم إليك يا ربي يا ربي عيناي وعليك توكل فلا تنزع نفسي فضني من الفخ الذي نصبوا لي ومن معاثر صانعي تسقط الخطاة في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى نابل بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرعت أشكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه خبر عند فناي روحي مني أنت تعرف سبلي في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه يغفو لي فاخا تأملت في الميام وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المرض مني ولم يوجد من يطلب نفسي وصرخت إليك يا ربي وقلت أنت ورجائي ونصيبي في عرض الأحياء أنصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جدا نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتازوا علي أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك لقد تعريت باختياري من جمال الفضائل بمعصية الأولى ثم تسربلته أيضا بتنازلك إلي يا كلمة الله لأنك لم تهمني وطئا للمسالك اللصوصية أنا الملطق بألام صعبة لكن تعهدتني بقوتك القاهرة وأهلتني للمعاضدة يا جزيل الرحمة يا ينتظر الصديقون حتى تجزيني لقد تعريت باختياري من جمال الفضائل بمعصية الأولى ثم تسربلته أيضا بتنازلك إلي يا كلمة الله لأنك لم تهمني وطئا للمسالك اللصوصية أنا الملطخ بألام صعبة لكن تعهدتني بقوتك القاهرة وأهلتني للمعاضدة يا جزيل الرحمة من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي يا شهداء الرب أنتم لكل موضع وسقع تقدسون وكل مرض وسقم تشفون والآن تشفعوا إليه طالبين أن ينجي نفوسنا من أشراك العدو وفخاخه لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي يا رب لما سمرت على الصليب مزقت صك آدم بالحرب الإلهية لذلك أيها الكلمة مزق أغلالي لكي بإيمان أقرب لك ضحية التسبيح مبتهجا إذ قد صادفت الآن زمان الصيام الحسن القبول الذي أظهرته لخلاص الكل إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب فمن يثبت فإن من عندك الاختفار إن موسى وقتا ما لما تلالأ ببهاء الصيام عاينا مجد الله فغايره يا نفس الذليلة واخدمي بأفعال الإمساك والابتهال للذي بصلاحه بسط يديه على الصليب لأجلك لكي تنال الحظوة الإلهية من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي في أقوالك توكلت نفسي على الرب أيها المسيح نسجد للصليب المحيي الذي صابرته لإفراط صلاحك الذي لا يوصف الصائر إلينا وإذا ما استنارت نفوسنا به نسبحك بغير فتور ضارعين نحوك أن نجوز ميدان الصيام بفرح ونشاط ونبلغ إلى تسبيح ألامك يا رب التي بها خلصتنا من انفجار الصبح إلى الليل من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب أيها الكلي الغبطة لما فررت هارباً
من اضطرابات العالم، حفظت عقلك غير تائه ولا مخدوع في قلاقل العمر وعاصفه، بل شاخصا إلى العلو وناظرا بشوق إلى السيد السامي والمحسن إلى الكل، يا يعقوب المستحق الغبطة، لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه. أيها الكلي الغبطة، لما فررت هاربا من اضطرابات العالم، حفظت عقلك غير تائه ولا مخدوع في قلاقل العمر وعاصفه، بل شاخصا إلى العلو وناظرا بشوق إلى السيد السامي والمحسن إلى الكل، يا يعقوب المستحق الغبطة. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها الأب، لقد قضيت حياتك بمعزل عن اضطرابات العالم ومنزها عن الأهواء، فأصبحت متحصنا بالنعمة، فطردت مواكب الأبالسة بالنسك المتواصل، متلألئا بالإشراقات الإلهية، فأنت ترتع مسرورا مع الملائكة الذين أحرزت سيرتهم لدى الرب ملك الكل، لأن رحمته قد عظمت علينا وحق الرب يدوم إلى الدهر. أيها الأب يعقوب، عشت بمعزل عن العالم والجسد بحال تفوق المنظورات جميعها، إذ كنت متفكرا بالمجد الغير المنظور، ومتصورا جلال المظلة السماوية والجمال الغير المدرك، فبحصولك عليه الآن ابتهل إلى المسيح أن يخلص المكرمين إياك بإيمان. يا رب نطلب، يا رب ارحم في المساء والصباح ونصف النهار، نسبحك ونبارك ونشكرك ونضرع إليك يا سيد الكل رب المحب البشر، تقوم صلاتنا كالبخور أمام قلة القلوب من الأقوال وأفكار شريرة، لكن نجنا من كل الذين يتسيدون نفوسنا، لأن إليك يا رب عيننا وعليك توكلنا، فلا تخذلنا يا إلهنا لأنه لك كل تمجيد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى لما شاهدت الانقود الناضج الذي حملته في حشاك بغير فلاحة شابا انت حبت مولولة فصريحة، يا ولدي المحسن اقترح قدس مجد الآب الذي لا يموت، السماوي القدوس المغبوط، يا يسوع المسيح، إذ قد بلغنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا، نسبح الآب والابن والروح القدس الإله، فيبنى الله المعطي الحياة، إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة، لذلك العالم لك يمجد. سبيرانس بروكيمن لصلاة المساء باللحن السابع من المزمور 98. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه، الرب قد ملك فلتسخط الشعوب،
قراءة من سفر التكوين. حكمة لنصغي. قال الرب: عجيج صدوم وعمورة قد تكاثر لدي وخطاياهم عظيمة جدا، فانحدر إذن وانظر إن كانوا يعملون بالتمام كنحو عجيجهم الآتي إلي، وإلا فاعلم. ثم تحول الرجال من هناك وأتوا إلى صدوم. وأما إبراهيم فلم يزل قائماً أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: لا تهلك مع الملحد صديقاً، فيكون الصديق كالملحد. إن يكن في المدينة 50 صديقاً أتهلكهم، وما تصفح عن المكان كله من أجل 50 صديقاً. وإن كانوا فيها حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، فتقتل الصديق مع الملحد، ويكون الصديق كالملحد حاشا لك. إلا ألا تعمل يا ديان كل الأرض حكما. فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 صديقا في المدينة أترك كل المكان لأجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: الآن شرعت أن أتكلم إلى ربي وأنا تراب ورماد، فإن نقص 50 صديقا إلى 45 أتهلك لأجل 5 كل المدينة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد أيضا يكلمه وقال: إن وجد هناك 40. فقال: لا أهلك من أجل 40. فقال: يا رب، لا يحدث حادث إن تكلمت، فإن وجد هناك 30. فقال: لا أهلك من أجل 30. فقال: إذ قد ساغ لي التكلم إلى ربي، فإن وجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. فقال: لا يحدث حادث يا رب إن تكلمت مرة واحدة أيضا، فإن وجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. ثم ذهب الرب لما كفى من الكلام مع إبراهيم، وعاد إبراهيم إلى مكانه. بروكيمن باللحن السادس من المزمور 99: هللوا لله يا جميع الأرض، اعبدوا الرب بفرح. حكمة لنستقم، نور المسيح مضيء للجميع. قراءة من سفر الأمثال. حكمة لنصغي. من يقتبل الأدب يكن في الأخيار، ومن يحفظ التوبيخات يكن حكيماً. ومن يصن طرقه يحفظ نفسه، ومن يحب الحياة يشفق على فمه. التحبر يتقدم قبل التهشم، وسوء التمييز يتقدم قبل السقطة. الوديع النفس بالتذلل أفضل ممن يقسم الأسلاب مع المتجبرين. الفهيم بأفعاله واجد للخيرات، والمتوكل على الله مغبوط. الفهماء والحكماء يدعونهم أردياء، ومن يكن حلوا في كلامه يسمع منه بالأكثر. الفطنة ينبوع حياة للذين يقتنونها، وأدب الجهال رديء. قلب الحكيم يفهم ما يبدو من فمه، ويحمل على شفتيه معرفته. الأقوال الجيدة شهد العسل، وحلاوتها شفاء النفس. قد توجد طرق تظن عند الرجل أنها مستوية، وتكون أواخرها تنظر إلى أعماق الجحيم. الرجل يكد في الأتعاب لنفسه، ويتيسر هلاكه. الرجل الملتوي يحمل في فمه هلاكه، والرجل الجاهل يحتفر الأسواء لذاته، ويخزن النار في شفتيه. الرجل الملتوي يراسل بالأسواء، ويشعل مشعل الغش للأشرار، ويفصل بين الأصدقاء. الرجل المتعدي الشريعة يمتحن المحبين، ويقودهم إلى طرق ليست بصالحة. إذا صلب لحاظه تحسب معوجة، وإذا لذع بشفتيه يحد الأسواء كلها. هذا هو أتون الرذيلة. الشيخوخة إكليل الفخر، وإنما توجد في طرق العدل. الرجل الطويل الروح أفضل من القوي، ومن يضبط غيظه أفضل ممن يمتلك مدينة. جميع المحن توافي إلى الظالمين في أحضانهم، ومن الرب توافي جميع الأحكام العادلة. خبزة مع لذة بسلامة أفضل من بيت مملوء خيرات
كثيرة ومن ذبائح ظالمة بخصومة. الخادم الفهيم يسود على أسياد جهال، وبين الإخوة يقصب الأنصبة. كما يختبر الذهب والفضة في الكور، هكذا قلوب منتخبة عند الرب. الرديء يطيع لسان المتعدي الشريعة، وأما الصديق فلا يصغي للشفاه الكاذبة. من يضحك على مسكين فإنه يسخط، يسخط الذي صنعه، والذي يشمت بالهالك لن يتزكى، والذي يتحنن يرحم. إكليل الشيوخ أولاد الأولاد، وشرف الأولاد آباؤهم. للمؤمن عالم الأموال بأسره، وأما الغير المؤمن فليس له ولا فلس. لا تلائم الجاهل الشفاه الصادقة، ولا الصديق الشفاه الكاذبة. الأدب أجرة أنعام للذين يستعملونه، وحيثما يلتفت ينجح في طريقه. من يكتم الظلامات يبتغي صداقة، ومن يمقت كتمانها يفرق بين الأصدقاء والأخصاء. التهديد يهشم قلب العاقل، والجاهل إذا ضرب لا يحس. كل رديء ينهض الخصومات، والرب يرسل له ملاكا عديما أن يكون رحوما. اللهم الهم يسقط على الرجل الفهيم، والجهل يفتكرون بالرديء. من يكافئ عوض الصالحات طالحات، لا تبرح الأسواق من بيته. بدء العدل يعطي سلطانا للكلام، والخصومة يسبقان الفاقة. من يحكم على الظالم أنه عادل، وعلى العادل أنه ظالم، فهو نجس ومرذول عند الله. لماذا وجدت الأموال عند الجاهل؟ لأن الرجل العديم القلب لا يستطيع أن يكتسب حكمة. من يصنع بيته شاهقا يلتمس تهشما، ومن ينعطف عن التعليم يسقط في الأسواق في كل حين. فليكن لك صديق، ولتكن الإخوة مفيدين في وقت الشدائد. لتستقيم صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي كذبيحة ما يا رب إليك صرخت فاستمع لي، فاستمع لي يا رب حين أصرخ إليك. لتستقيم صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي كذبيحة ما سأيا. اجعل يا رب حارسا لفمي، وبابا حصينا على شفتي. لتستقيم صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي
القلب إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا لتستقيم صلاة القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين لتستقيم صلاة نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول أيها الرب العابد الكل إله أبائنا نطلب إليك فاستجب وارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم يا ليسنك يا ليسنك وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسنين عبادة الأرثوذكسيين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس وكل إخوتنا في المسيح أيها الرب إلهنا تقبل من عبيدك هذا التضرع الابتهالي وارحمنا كعظيم رحمتك واسبغ رأفتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية لأنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين صلوا أيها الموعوظون للرب أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر
ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم واعضد واحفظهم يا الله بنعمتك. أيها الموعظون احنوا رؤوسكم للرب. يا الله إلهنا خالق كل الكائنات وباريها، يا من يشاء أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، اطلع على عبيدك الموعوظين وانقذهم من الضلالة القديمة من حيل المضاد، وانتدبهم للحياة الأبدية بإنارة نفوسهم وأجسادهم، وضمهم إلى عدد رعيتك الناطقة المدعوة باسمك القدوس، لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال. أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا كل الموعوظين اخرجوا، أيها الموعوظون اخرجوا. يا كل المستعدين للاستنارة اخرجوا، أيها المستعدون للاستنارة صلوا إلى الرب نطلوا. أيها المؤمنون من أجل المخوة المستعدين للاستنارة المقدسة وخلاصهم، من أجل أن يثبتهم الرب إلى هنا ويؤيدهم، وأن ينيرهم بنور المعرفة وحسن العبادة، وأن يؤهلهم في الأوان الموافق لحميم إعادة ولادة وغفران الخطايا وسربال عدم البلاء، ومن أجل أن يعيد ولادتهم بالماء والروح ويهبهم كمال الإيمان ويضمهم إلى رعيته المقدسة المختارة. إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظهم يا الله بنعمتك. أيها المستعدون للاستنارة احنوا رؤوسكم للرب. أيها السيد اطلع بوجهك على عبيدك المستعدين للاستنارة المقدسة الطائقين إلى طرح دنس الخطيئة عنهم، وأنر أذهانهم وثبتهم في الإيمان ووطدهم في الرجاء وكملهم في المحبة، واجعلهم أعضاء كريمة لمسيحك الذي بذل نفسه فداء عن نفوسنا، لأنك أنت إنارتنا وإليك نرفع المجد. أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا كل المستعدين للاستنارة اخرجوا، أيها المستعدون للاستنارة اخرجوا. يا كل الموعوظين اخرجوا، لا يبقى أحد من الموعوظين. يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. أيها الإله العظيم المسبح، يا من بموت مسيحه المحيي نقلنا من البلا إلى عدم البلا، أنت أعطق جميع حواسنا من الأهواء المميتة، وأقم لها النطق الداخلية رئيسا صالحا، واجعل أعيننا تنفر من كل منظر خبيث، وأذاننا لا يطرقها كلام بطال، وألسنتنا سالمة من الأقوال غير اللائقة، وطهر شفاهنا التي تسبحك يا رب، واجعل أيدينا تبعد عن الأعمال القبيحة وتفعل ما يرضيك فقط، وحصن كل أعضائنا وأذهاننا بنعمتك، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود، أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. إننا نطلب إليك أيها السيد القدوس الفائق الصلاح الغني في الرحمة، أن تكون شفوقا متعطفا علينا نحن الخطأ، وأن تجعلنا أهلا لاستقبال ابنك الوحيد إلهنا ملك المجد. فها إن جسده الطاهر ودمه المحيي يمران عابرين في هذه الساعة، ومزمعين أن يوضعا على هذه المائدة السرية، محفوفين بجمع غفير من الجنود السماوية على حال غير منظور. وهبنا أن نتناولهما غير مدينين، حتى إذا استنارت بهما حدقات أذهاننا نصبح أبناء للنور والنهار، بحسب موهبة مسيحك الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي،
الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. إن القوات السماوية تشاركنا الآن في العبادة الغير المنظورة، فإن ملك المجد يمر عابرا، فإن ذبيحة سرية مكملة تزف، فنتقدم بإيمان ولهفة لنصير شركاء في الحياة الأبدية. القوات السماوية تشاركنا الآن في العبادة الغير المنظورة، فها إن ملك المجد يمر عابرا، فإن ذبيحة سرية مكملة تزف، فلتقدم بإيمان وشوق لنصير شركاء في الحياة الأبدية. هللويا هللويا هللويا. إن القوات السماوية تشاركنا الآن في العبادة الغير المنظورة، فها إن ملك المجد يمر عابرا، فإن ذبيحة سرية تزف مكملة، فلنتقدم بإيمان وشوق لنصير شركاء في الحياة الأبدية. هللويا هللويا هللويا. يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. بصلوات أبانا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. بصلوات أبانا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. بصلوات أبانا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. وهي ذبيحة سرية المكملة صلوات الله
لنكمل طلباتنا المسائية للرب. من أجل هذه القرابين المكرمة السابق تقديمها وتقديسها إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. يا إله الأسرار التي لا ينطق بها لسان ولا رأتها عين، يا من عنده كنوز الحكمة والمعرفة الخفية وقد أعلن لنا هذه الخدمة وقامنا نحن الخطأ عن كثرة محبته للبشر خداما لنقدم له قرابين وذبائح عن خطايانا وجهلات الشعب، أنت أيها الملك الذي لا تتركه الأبصار الصانع العظائم التي لا يسبر غورها والمعجزات المجيدة الباهرة التي لا عدد لها، انظر إلينا نحن عبيدك الماثلين لدى هذا المذبح المقدس كأننا لدى عرشك الشيروبيمي وعليه مستريح ابنك الوحيد إلهنا بالأسرار الرهيبة الموضوعة عليه، واعتقنا نحن وشعبك المؤمن من كل نجاسة وقدس نفوسنا وأجسادنا كلنا تقديسا لا ينتزع، حتى إننا بتناولنا هذه القرابين الإلهية بضمائر نقية ووجوه غير خازية وقلوب مستنيرة نحيا بها ونتحد بمسيحك نفسه إلهنا الحق الذي قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، حتى إذا سكن كلمتك يا رب وتردد فينا نصير هيكلا لروحك القدوس الواجب السجود له، فننجو من كل حيلة شيطانية تحيق بنا بالفعل أو بالقول أو بالفكر، ونحظى بالخيرات الموعودين بها مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ الدهر. واهلنا أيها السيد أن نشر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي، ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير.
لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحني رؤوسنا للرب. اللهم يا من هو وحده الصالح المتحنن الساكن في الأعالي والناظر ما هو أسفل، اطلع بنظرك الحنو على كل شعبك واحفظه، وأهلنا جميعا لتناول أسرارك هذه المحية غير مدينين، فإننا لك قد أحنينا رؤوسنا نتوقع منك الرحمة الغنية. بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اسقي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلاء والحاضر معنا ها هنا غير المنظور، وأهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. لنصغي القدسات السابق تقديسها للقديسين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم. وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم بعينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. أمين. هانذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السرية ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. أبارك الرب في كل حين على الدوام تسبحته في فمي، بالرب تفتخر نفسي ليسمع الودعاء ويفرح. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. التمست الرب فاستجاب لي ومن جميع أحزاني نجاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. هذا الفقير صرخ والرب استجاب له ومن جميع أحزانه خلصه. ملاك الرب يحرس حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب،
طوبى للرجل المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإنه ليس للذين يتقونه إعواز. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يلتمسون الرب فلا يعوزهم أي خير. هلموا أيها الأبناء واستمعوا لي فأعلمكم مخافة الرب. أي إنسان يريد الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة، صون لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واسعى وراءه. عينا الرب إلى الصديقين وأذناه إلى طلبتهم، وجه الرب على صانعي الشر ليمحوا من الأرض ذكرهم. صرخ الصديقون فاستجاب الرب، ومن جميع أحزانهم نجاهم. قريب الرب من منسحقي القلوب، ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب عظامهم كلها، وواحد منها لا ينكسر. موت الخطأ شر، والذين يبغضون الصديق يأثمون. الرب يفتدي نفوس عبيده، وجميع الذين يتكلون عليه لا يأثمون. أرفعك يا إلهي وملكي، وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى أبد الآبدين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك مدى الدهر وإلى أبد الآبدين. إن الرب عظيم ومسبح جدا، وليس لعظمته منتهى. جيل بعد جيل يمدحون أعمالك ويخبرون بقوتك، ويتكلمون بعظيم جلال قدسك، ويتحدثون عن عجائبك، وبقوة مرهباتك ينطقون، وبعظمتك يتحدثون، وبذكر كثرة صلاحك ينطقون، وبعدلك يتهللون. الرب رحوم ورؤوف، طويل الأناة وكثير الرحمة. الرب صالح للجميع، ورأفاته على كل أعماله. لتعترف لك يا رب جميع أعمالك، وليباركك أبرارك. إنهم يتحدثون عن مجد ملكك، ويتكلمون عن قدرتك، لكي يعرفوا بني البشر قوتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك جميع الدهور، وسلطانك في كل جيل. الرب صادق في كل أقواله، وبار في جميع أعماله. الرب يعضد كل الساقطين، وينهض جميع المهشمين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتملأ كل حي سرورا. الرب عادل في كل طرقه، وبار في جميع أعماله. الرب قريب من جميع مستغيثين به، بالحق. ويتمم مشيئة خائفيه، ويسمع تضرعهم ويخلصهم. الرب يحفظ جميع محبيه، ويستأصل جميع الخطأ. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل ذي جسد اسمه القدوس مدى الدهر وإلى أبد الآبدين. ذوقوا انظروا ما أطيب الرب. هللويا. خوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. الله الرب ظهر لنا، مباركون الآتي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. أبارك الرب في كل حين، تسبيحاته بفمي في كل حين. ذوق الخبز السماوي وكاس الحياة، وانظروا ما أطيب الرب. هللويا هللويا هللويا. كل حين الآن وكل آوان
وإلى دهر الداهرين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب، لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحية الرهيبة، فنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد سؤالنا أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. إننا نشكرك أيها الإله مخلص الكل على جميع الخيرات التي منحتنا إياها وعلى تناول جسد ودم مسيحك المقدسين، ونطلب إليك أيها السيد المحب البشر أن تحفظنا تحت كنف جناحيك، وتهبنا أن نتناول مقدساتك إلى آخر نسمة من حياتنا عن استحقاق لاستنارة النفس والجسد ولميراث ملكوت السماوات، لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مر، لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم رب بارك يا رب القديس. أيها السيد الضابط الكل، يا من خلق البرايا كلها بحكمة وبعنايته التي يتعذر وصفها وبكثرة خيريته، أوصلنا إلى هذه الأيام العظيمة الوقار بقصد تنقية النفوس والأجساد والإمساك عن الأهواء وعلى رجاء القيامة. يا من سلم خادمه موسى بواسطة صومه 40 يوما اللوحين المكتوبين بإصبعه، هبنا نحن أيضا أيها الصالح أن نجاهد الجهاد الحسن وأن نتمم شوط الصوم ونحفظ الإيمان غير منقسم، وأن نرد رؤوس التنانين غير المنظورة ونظهر غلابا للخطيئة، ونبلغ السجود للقيامة المقدسة غير مدينين. فإن اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين. يا من أوصلنا إلى هذه الأيام العظيمة الوقار وجعلنا شركاء في أسرار رهيبة، ضمنا إلى رعيتك الناطقة ووضحنا ورثة لملكوتك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أنت المنزع عن الموت. مجد الآب والابن والروح القدس. أنت إلهنا الذي انحدر إلى الجحيم وحل أوجاع الموثوقين فيه، فأنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابق رقادهم لا. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدها، يا من ولدت الإله بغير زرع، تشفع إليه في خلاص نفوس عبيدك سابق رقادهم. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة نفوس عبيد الله السالف رقادهم فيكتور، إيفيت، نهيل، نور، نسيب، الياس، نصيف، نبيل، جورج، جورج، سليد، جورج، تيسير، ميساء، كوثر، ماهر، تيسير، ميس، نوال، سوزان، عزمي، عميش، إناس، جميل، نصار، هاني، فيكتوريا، سمير، هدى، ميخائيل، فوزات، هاني، فرح، كنعان، إنعام، رياض، حمامة، جمال، كاملة، دلال، منيرة، عايدة، فوزي، سلطي، عاصي، هدى، ميخائيل، عدي، إفلين، سهيلة، إبراهيم، موسى، سمير، فوزي، وليد، عبلة، لويس، عفاف، سمر، متري، صبري، فوزي، سهيلة، أمجد، إلين، لوران، عايدة، فيوليت، كمال، لوريس، نهى، سهيل،
كريم مبارك يعوب جورج ربيع نصار سليمان وحيد هالة فوزية فيفيان سهير رسمي سميرة حنا بطرس هاني جريس سميح الياس برنيديت أمل روف فرح فومي أديبة سعاد هاني إدنة مريم سامي مريم ماجد جولييت يعوب إلياس آني سهام سعاد نعمات سمير هند فيوليت سمير مريم سامي ميخائيل فائق ميتيل فوتين مديحة سعاد زكي منصور حنا نهاد سامي مازن سهام جوني جورج ولانا من أجل غفران جميع ذنوبهم الطوعية والكرهية. ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. لكي يرتب الرب إلى نفوسهم حيث الصديقون يستريحون وينالوا الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياهم من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا نسأل. إلى الرب نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه أنت يا رب أرح نفوس عبيدك السالف رقادهم والسالف ذكرهم في مكان نير في موضع خضرة في مقر انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد بما أنك إله صالح محب للبشر اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر فإنه ليس من إنسان يحيا ولا يخطئ بل أنت وحدك يا رب منزه عن الخطيئة وبرك بر إلى الأبد وكلامك حق لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبيدك السالف رقادهم أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين ذكرهم مؤبدا ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا ذكرهم مؤبدا ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا ذكرهم مؤبدا ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا إلى الرب نطلب بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته البشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك أيها الآب القديس أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من أنت عجيب في قديسيك بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الكلية الطهارة البريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل للحياة طلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم وأبينا الجليل في القديسين نكتاريوس أسقف المدن الخمس شفيع هذا الدير المقدس الصانع العجائب والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر والقديس العظيم في شهداء الكهنة خرالمبوس الصانع العجائب والقديسين المجيدين الشهداء والأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيم وحنة وأبينا الجليل في القديسين اندراوس الأورشليمي رئيس أساقفة كريت والقديسين المستشهدين في دير القديس سابا
وأبينا البار متوشح بالله، يعقوب المعترف الذين نقيم تذكارهم اليوم، وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس فليحفظ حياتكم أجمعين. آمين. آمين.